حسب الإعلان هذا لقاء مفتوح يعني اللي عنده سؤال يسأل، بس خففوا عنا من الأسئلة، أعطونا أسئلة تناسبنا على قد المقام. وأنا صادق بما أقول، ما يأتيني واحد يعطيني سؤال يورطنا ويحرجنا، خلينا بعيد عن السياسة، بعيد عن الأسئلة الصعبة. ها طيب، لكن بين يدي هاي الأسئلة أقول كلمة أذكر به نفسي وإياكم. أعظم ما أمرنا الله عز وجل به ومن أجله خلقنا هو توحيد الله تبارك وتعالى. وتوحيد الله عز وجل دعاته قليل يا أخوان، فمن عرف التوحيد وأكرمه الله عز به لابد أن يشعر بمسؤولية هذا الأمر العظيم الجلل. فأول يتقوى به ويحفظ أدلته، ثاني يدعو الله عز وجل به. والله الذي لا إله إلا هو أن المسلمين بحاجة ماسة إلى التوحيد، وعندهم جهل كبير، تجد يتعلقون بالأولياء والقبور وعرقهم تمائم، ويذهبوا إلى السحرة والكهنة ويحلفون بغير الله عز وجل، وعندهم من البدع والبدعة قرينة الشرك، بدع كثيرة، جهل كبير. الناس توجهوا إلى الماديات، توجهوا إلى الإلكترونيات في غفلة. أتعلمون أن ترك الصلاة من الشرك وأن إقامة الصلاة من التوحيد؟ فانظر إلى جمهور المسلمين كيف يتخلفون عن صلاة الفجر وغيرها، بل منهم من لا يصلي، منهم من لا يصلي في رمضان، منهم من يصلي الجمعة دون غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فترك الصلاة شرك وكفر، إذا إقامة الصلاة توحيد. لا بد لنا، وقد من الله علينا بالتوجه إلى الله عز وجل والمساجد ومدارس العلم، أن نكون صالحين في أنفسنا مصلحين لغيرنا. وسعك لأن تكون مصلحا هذا يزيد في إصلاحك، فإنك إذا ذكرت الناس كأنك تجند من يذكرك عندما تغفل، عندما تضعف. ولا لا، يعني لو أنت مثلا تقول للناس حافظوا على الصلاة، لماذا تتخلفوا عن الصلاة؟ لو جاءتك فترة ضعف وتخلف، ربما يأتيك من يقول: يا فلان أنت كنت تأمرنا نصلي، لماذا بدأت تتأخر؟ لماذا تتخلف؟ فأنت بأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر تجند من يأمرك وينهاك. والله جل وعلا يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قل جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ما معنى تواصوا؟ يعني وصى بعضهم بعضا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذي أنصح به نفسي وإياكم أن نعتني بدين الله عز وجل، بالتوحيد، بالفقه، بالعلم، ونبلغ غيرنا، ونشعر بمسؤولية دين الله سبحانه وتعالى. ولكن يكون ذاك حقيقة، يعني أول يكون على منهج صحيح، يكون على عقيدة صحيحة. كثير من الناس يقول الدين الدين ونصر الدين وصلت الدين، لكنه إما على منهج باطل، ولا على بدعة، ولا على انحراف، ولا على حماس زائد، ولا على خمول، ولا على مصالح. بعض الناس يركب الدين، يعني ما يحمل الدين وإنما يسلك الدين حتى يحمله الدين. باسم الدين ممكن يكتسح الانتخابات لأنه متدين، أو حتى يوثق به فيقبل الناس عليه. تعال ابو حسن، تعالني تفسح يفسح الله لك. كبير لحق، عرفتم يا اخوان؟ يعني بعض الناس يحمل الدين وبعض الناس يحملهم الدين. كيف يعني؟ يعني باسم الدين يتصدر، باسم الدين يكسب ثقة الناس، باسم الدين ينال منصبا، باسم الدين يرشح نفسه ويرشحونه. والله للطوع هذا المتدين. لا، الدين مسؤولية، مش الدين حتى أنت تكسب به، وإنما الدين دين الله عز وجل، إخلاص الدين لله، ويكون الدين كله لله. هذا أمر مهم جلل، أن تجعل دينك لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم.
يقول الله عز وجل لله الدين الخالص. ما الذي لله؟ الدين الخالص. يعني يفهم من هذا أن ما لم يكن خالصا فليس دين. والمفهوم من قوله تعالى ألا لله الدين الخالص قد جاء في حديث قدسي. المنطوق اللفظ قوله جل وعلا ألا لله الدين الخالص، إيش يفهم منه؟ يعني ما ليس بخالص ليس لله. ما الذي لله؟ الدين الخالص، صح؟ ألا لله الدين الخالص، يعني ما لم يكن خالصا فليس لله. هذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. وفي لفظ فهو الذي أشرك. إذا ما الذي لله؟ ما كان خالصا. ما الذي لغير الله؟ ما كان لله ولغير الله. هذا رب ما يقبل. لابد أن نعلم أن إخلاص الدين لله عز وجل أمر يسير على من يسر الله عليه، ليس بالأمر الهين. كل من يستطيع يخلص دينه لله عز وجل فإن النفس لها حظوظ، شهرة، مدح، أموال، مناصب، رضاء الناس، سهام كثيرة، شياطين، الإنس والجن والهوى والنفس الأمارة بالسوء. ما الذي يخلص دينك من كل هذه السهام المتوجهة إليك إلا الله عز وجل؟ فاعتصم بالله عز وجل وتوكل عليه وأخلص الدعاء لله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ألا لله الدين خالص. فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين. إذا سألت فاسأل الله، وإنما سأل الله فلا تدعو مع الله أحد. فهذا الذي ذكر به نفسه وياكم الأمر الجلل العظيم، أن نوحد الله عز وجل وندعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. ودعاة التوحيد قلة، قلة قليلة، حتى منهم من هو موحد الله في نفسه إلا أنه ليس داعي للتوحيد. شوف كم إنسان يدعو إلى الديمقراطية، إلى الحرية، إلى الثورات، إلى الدنيا، إلى الشهادات، إلى المناصب، إلى أشياء كثيرة. حدث ولا حرج، عد ما شئت. لكن كم من يدعو إلى توحيد الله عز وجل؟ هم قلة قليلة جدا. فكن من هؤلاء القليل يا عبد الله، اسعى ما استطعت لأن تكون من دعاة التوحيد حتى يرفعك الله عز وجل في الآخرة. فإنك تحمل شهادة عظيمة. أي شهادة؟ شهادة أن لا إله إلا الله. عندك شهادة؟ جامعي، دكتوراه، ليش؟ عندك شهادة أعظم من هذا كله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهادة شهد الله بها، وهو أعظم شاهد أنت تشهدها. شهادة شهد بها الملائكة المقربون أنت تشهدها. شهادة شهد بها أولو العلم، وأعلم أولي العلم الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك هم شهدوا هذه الشهادة، وأنت وفقك الله تحمل هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. تحتاج أن تعلم معناها، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا أنت تستمسك بها فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. تحتاج أن تدعو إلى الله بها، تحتاج أن تصبر عليها، تحتاج أن تجاهد في سبيلها. كلمة التوحيد كلمة عظيمة، خلق الله الجن والإنس من أجلها، أنزل الله الكتب من أجلها، أرسل الرسل من أجلها، تقوم القيامة من أجلها، تحق الحاقة من أجلها، توضع الموازين من أجل لا إله إلا الله، خلق الله السماوات والأرض من أجل لا إله إلا الله، خلق الجنة والنار من أجل لا إله إلا الله، عليها يحاسب العباد. فهي شهادة عظيمة أنت تشهدها. تدرون كم واحد لا يشهدها؟ أكثر أهل الأرض لا يشهدونه وأنت تشهدها، منشرح بها صدرك. أنت تقول لا إله إلا الله، في أحد جابرك على ذلك؟ في أحد يضربك؟ في أحد يعذبك؟ في واحد وضعك في السجن قل لا إله إلا الله ولا تبقى في السجن أو تحت السياط أو تحت العذاب أو هددك بعرضك قل ولها؟ لا، تقول منشرح بها صدرك. هل نستشعر هذه النعمة؟ أختم بقصة عجيبة. حضرت الوفاة أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، صنو أبيه، وكان شقيقا لوالد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تولى تربية النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة جده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما أعلى مراتب اليتم، وهي أنه مات أبوه وما زال حمله في بطن أمه، ما التقى بوالده ولا لحظة. هذا على قول تولاه
جده عبد المطلب ما لبث قليل وقد مات، تولاه عمه أبو طالب، فتربى في حجره واعتنى به وكان يحبه أكثر من أولاده، وقد آتاه الله عز وجل كل فضل من فضائل البشرية. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيئه الله عز وجل حتى قبل النبوة، ما يعرف الكذب ولا الخيانة، يقرأ الضيف، يصل الرحم، يعين على نوائب الحق. لبث من عمره سنين 40 سنة، ما يعرف عنه إلا الاستقامة في خلقه ومعاملته، هيئه الله عز وجل. فكان أبو طالب يحبه، ما كذبه أبدا. لما قال إني رسول رب العالمين لكم بشير نذير، علم ذلك أبو طالب، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله، عم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حضرت الوفاة، وكان هذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 8 سنوات أقل أكثر، حضرت الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة بكل شفقة وعلم ورحمة وحلم، يقول يا عم يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حاج لك بها عبد الله. الكلمة هذه اللي احنا نقولها اللي سهل نتلفظ بها، أبو طالب ما قالها إلى أن حضرت الوفاة، وعلى يقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله صادق أمين، ما كذب قبل النبوة حتى يكذب بعد النبوة، ما كذب على البشر حتى يكذب على رب البشر، قال إني رسول رب العالمين. ومع ذلك أبى عمه الذي يثق به ويحبه أن يقول لا إله الله، أن يتبعه ذلك، ما يأس النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظاته، دخل عليه قال يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حاج لك بها عند الله. كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي، وكان على الشرك، وكان مشركين. أما الآخر فأسلم بعد الفتح، وأما أبو جهل فمات على شركه، قتل في أحد. المهم أصدقاء هؤلاء كانوا موجودين عند أبي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله الله، كلمة حاج لك عند الله. فقال أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله الله، كلمة حاج لك عند الله. فقال أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعيرانه بذلك. فما زال يكررها النبي صلى الله عليه وسلم ويكرران، ويعود إليه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ويعودان أترغب عن ملة عبد المطلب. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله، ومات على ذلك. أنت تقول وأنت وأنت وأنت، كم هذه كلمة عظيمة، تدنو هذه الكلمة يدخل بها العبد الجنة وينجو بها من النار، ينجو بها من النار. والله حدنا ما يتحمل عود كبريت، ما يتحمل لو أغلق الباب على أصبع، كيف هذا اللي ما عنده لا إله الله يخلد في نار جهنم، ما يخرج منها، كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيه لأنه ما عنده لا إله الله. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرهم ليذوقوا العذاب، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عليهم عذابها، لأنهم ما قالوا لا إله الله. وأنت عندك هذه الكلمة، عندك هذه الكلمة العظيمة تدخل بها الجنة وتنجو بها من النار، لا تفرط بها يا عبد الله، لا تفرط بها، لا تسأم منها، لا تستثقلها، مهما سمعت درس التوحيد، كلمة التوحيد، خطب عن التوحيد، اقرأ عن التوحيد، اسمع مقاطع عن التوحيد، إذا وجدت في نفسك شيء من الملل أو السآمة فأنت على خطر عظيم، لأن الله يقول جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستكبرون. فيذكر الله وحده ما يشمئز قلب إلا المشرك، أما المسلم الموحد ينشرح صدره بذلك، لو قلتها 100 مرة يمكن تتعب لكن ما تسأل، لو قلتها كم قلت كم مرة قلتها كم مرة تسمعها في صلاتك في الأذان في الإقامة في التشهد، ما يسأمها المسلم، لأنها كلمة عظيمة يدخل بها الجنة، يدخل بها الإسلام، ينجو بها من النار. فأوصيكم ونفسي بهذا التوحيد العظيم، أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه.